بدل ما فوق لنا كده يعني برضو بالنسبه للاعمال اللي شاركت فيها. بصي بيضه زي بيضه كانت ايه؟ بيضة. هي دي اول مره بالنسبه لها، دورها كانت بنت الفنانه حاله شيحه، هي مش بنتها، كانت هيك متبنيها في المسلسل يعني، بنت صغيره كده في ملجا، فكان هي كان هذا الحوار يعني. فده كانت اول حاجه تعملها، كانت عامله تقرير حاجه بسيطه خالص كده في برنامج تبع في برنامج صغير بس مش اكتر. دي كانت اول تجربه لي. اول تجربه اللي هو خيانه عهد اللي هو السنه دي في رمضان مع النجمه يسرى. طب المشاركه اصلا جت ازاي يعني؟ هل رحتوا وعملتوا كاستنج تبع مكتب، ولا كنتي تعرفي حد فقالوا ان هم محتاجين اطفال في السن ده؟ لا، هو بالنسبه لباباها هو يعرف الاستاذ سامح. اوكي حلو.